كل الدول اللي ما كانتش جزء من منظومة اشتراكية هي بتخضع للعرض والطلب في السوق العالمي، فالمسألة ملهاش علاقة لا برفع الدعم ولا بتقليل الدعم، لا بزيادة سعر ولا بتقليل سعر. طب هي القصة جديدة؟ لا. طب ما التنبيه ما تقلناش وباللغة المباشرة اتقال. أنا عايزاكم تسمعوه علشان هو اتقال لكم، بس للأسف بنسيب أحيانا وجداننا لكل الناس دي تلعب فيه. كلمة الإنجاز والتشكيك، الإنجاز والتشكيك، ودي أنا ببدأ بيها الكلام عشان كل الناس المصريين اللي هم بيحبوا بلدهم وعندهم أمل إن يشوفوا مصر في شكل وفي مكانة تستحقها بالفعل. أنا قلت التعبير ده التشكيك في كل إنجاز يتم الوصول إليه، لأن على طول يطلع ناس مننا، أنا هقول بقصد أو بدون قصد، يتكلموا ويشككوا في أي مشروع يتعمل. طب الهدف من كده إيه؟ لو الناس مش عارفة مهم إن هم يعرفوا. طب لو هم مش لو عارفين طب هم بيقولوا كده ليه؟ طبعا أنا بتكلم على نسبة صغيرة خالص مننا يعني، من غير ما يقصدوا يعني، أو يقصد عشان أنتم أبدا يا مصريين ما تحسوش أبدا إن أنتم بتطلعوا قدام، ومهما نتعمل مهما نتعمل يتقال ما فيش أمل. لا لا لا، أنتم مش واخدين بالكم. الحقيقه كان نفسي اللي قطع الفيديو يقول انتوا مش واخدين بالكم انتوا عملتوا ايه. انا فاكراها كويس، لان هو ده اللي انا هفضل اشتغل عليه لحد يوم 3/7. انتوا بجد عملتوا شيء عظيم، لان جين الحضاره بتاع ال 10,000 سنه اللي في دمنا هو اللي بيخلينا نتحرك حتى لو المنظومه كلها مش واضحه في ذهننا. لكن لو قارنا رد فعل الشعب المصري على مشروع الاهل والعشيره هنكتشف هل اليمنيين قدروا يخرجوا بحياة آمنة لحد النهاردة؟ لا. هل السوريين كبشر كشعب انتبه للأزمة اللي عاشها؟ لا. هل التوانسة اللي لسه بيروحوا مكانهم رايح جاي فهموا ان المشروع غير قابل للتجريب لانه لا يصلح؟ لا. انتوا عملتوا شيء عظيم، انتوا فيكوا الجين بتاع الحضارة دي.